رانا نصبوا الى التغطيه الشامله للتلقيح للمواطنين، لهذا قمنا بهذه العمليه سميناها العمليه التلقيح الجواريه. قربت اللقاح من المواطن، رغم ان هناك يعني عده كامل الوحدات على مستوى الولايه ما راها فيها مراكز للتلقيح. ان هذه العمليه تصير من ابتداء من يوم 14 الى غايه يوم 19، سته ايام صباحا ومساء. هذا اللي اكثر يعني يقوموا بهذه العمليه اللي تخص المواطنين كافه. المواطنين اللي ما داروش الفاكشه هذه ماذا بهم يا خوتي تقدموا يديروا الفاكشه، راه احتياط على الامراض هذه ماذا بكم لازم تديروها، ما تخافوا ما فيها لا ضرر، دولتنا راه تستحوذ علينا.